أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهم الله على ما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين من أساس متين والتي يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخوه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظهم الله على تعزيزها بما يفتح آفاقا جديدة في مسار علاقات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس بعثة الشرف المرافقة لسمو ولي عهد الأردن، حيث أعرب سموه عن تمنياته لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بطيب الإقامة خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مملكة البحرين، مشيرا إلى ما تمثله زيارة سموه إلى البحرين من أهمية في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالنماء والازدهار. خلال اللقاء تم استعراض أهم ما يقدمه برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية كتجربة رائدة وفريدة والتي انطلقت مسيرته منذ ما يقارب العقدين من الزمن وما يليه سموه من اهتمام في الاستثمار في العنصر البشري من طلبة وطالبات مملكة البحرين والذي يؤسس لبناء تنموي مستدام. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتي عكست عمق ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بما شاهده في مملكة البحرين من مظاهر التطور والنماء خلال الزيارة التي قام بها سموه لعدد من المشاريع البارزة والمرافق الحيوية، متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار.